يوم الطبيب المصري. الحقيقة أنه الكلام عن الأطباء في مصر مش بيكفي أبداً أن احنا نفتكرهم يوم، لكن كان في ناقوس كبير جدا، وكان في علامه يقظه لينا كلنا في دور فئه من اهم الفئات في مجتمعنا في مصر، هم الاطباء وقت ازمه كورونا. رجعنا نفهم مين اللي بيحط نفسه في الصفوف الاولى وقت الخطر، واعتقد انه بيزيد قوي اكرامنا وتقديرنا للطبيب يوم ما بنلجا له واحنا محتاجين خدمه صحيه ونلاقيها على كل المستويات وفي كل الأماكن. وهفضل أدافع عن الفكرة دي لآخر نفس، بتقدم بقد ما الدكتور بيقدر وزيادة شوي، حتى في أقل المستشفيات إمكانيات وأقل المستشفيات يمكن رفاهية مادية، لكن بنشوف بطولات حقيقية بتحصل كل يوم. في يوم الطبيب المصري كان أقل تقدير أننا النهاردة نقول إحنا عايزين نفهم وعايزين نشكر وعايزين نقدر الأطباء في مصر ودورهم في المنظومة الطبية. احنا متشرفين أنه معانا أطباء أساتذة أحباء وناس غاليين علينا جدا. دكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال، منورانا يا دكتور. أهلا حبيبتي. منورانا. دكتور هاني أرمية، دكتور أستاذ مساعد في جراحات أسنان المفرطة والمناظير بكلية طب القصر العيني. دكتور هاني واحد من العلامات المصرية في أخلاقيات المهنة كمان. بشكرك يا دكتور. نورنا، بشكركم جدا انه حضراتكم موجودين معانا. دكتورة عبلة، اتشرفنا بيكي قبل كده كتير في التاسعة، وكل مرة حضرتك بتيجي بشغف وبقصة وبرؤية وبرسالة للبلد بشكل عام، مش بس لمهنة الطب. فعشان كده عايزة أبدأ وأسأل حضرتك عن رؤيتك في قد إيه الطب ممكن يغير واقع المجتمع في مصر، عشان عارفة أنه دي حاجة حضرتك مشغولة بيها أصلا. حقيقي أولا بشكرك على الاستضافة جدا، وبهني كل أطباء مصر في يوم الطبيب المصري. الحقيقة الطب يعني الصحة، يعني هي أهم حاجة عند الإنسان. فإحنا لو بنفكر في إزاي نحسن وضع الطبيب في مصر، فإحنا بنفكر إزاي نحسن وضع الإنسان المصري. والحقيقة الطب ما هوش أبداً علاج وبس. الطب وقاية، والطب علاج، والطب رفاهية، وبالتالي رفاهة الإنسان في الطب. رفاهية؟ طبعاً. إزاي يصنف رفاهية؟ لا، وقاية دي نفهمها علاج أكيد. لا، أنت لو صحتك كويسة هتقدري تعيشي حياة بشكل أكتر أحسن. كواليتي أوف لايف اللي بيسموها كده. بالظبط، رفاهة الحياة. رفاهة الحياة أو جودة الحياة. الطفل مثلا لو أخذ رعاية من يوم ما اتولد بشكل صح، هيكون إنسان منتج، هيكون حد زي ما الانجليز بيقولوا عليه تاكسي باير، يعني هيأدي بالزبط للدولة دورها عليه، يأدي دوره في المجتمع. أيوة، في المجتمع. وبالتالي هنقدر نعمل مجتمع منتج في حالة نفسية مستقرة. الناس علاقاتهم ببعض جميلة. الإنسان المريض أو اللي مش واخد حقه في الرعاية الصحية والنفسية بيكون إنسان ما عندوش القدرة على العطاء. ما بيقدرش يدي، ولا يقدر يبقى إنسان منتج بحق، ولا زوج ناجح، ولا زوجة ناجحة، ولا أطفال مبسوطين في المدارس. يعني الطب بس مش الملجأ وقت الأزمة، لكن حضرتك شايفاه خط منقذ أصلا للدولة. خلينا أقولك يا دينا، الدول اللي بتبص للطب إن هو علاج، هي دي أكثر دول فشلت في إنها تقدم مهنة الطب بشكلها المظبوط. ويمكن أنا كنت لسه بتكلم مع دكتور قبل ما ندخل عندك، إن رئيس المجلس الصحي الإنجليزي قال لي في سنة 2015 لما أطلقنا مبادرة حلمنا، مصر بتفكرني بالطب في إنجلترا في سنة 1948، لما كان الطب مستشفيات بس، مش وقاية، مش صحة إنسان سليم. فاهمة قصدك، فاهمة. وده ينفع نحط النهاردة في أجندة الأحلام للطب في مصر، مش كده؟ طبعا. أنا هاخد بقى من كلام دكتور عاملة يا دكتور هاني، أنه قالت رفاهية. بعض الناس كانت بتصنف لفترة قريبة جدا أنه جراحات السمنة دي بتاعت المرفهين، ناس معاها فلوس رايحة تعمل جراحة عشان تخس. وبالمناسبة أنا أقول على الهواء، مرة رحت لدكتور هاني قلت له عايزة أخس يا دكتور، ينفع؟ قال لي لا، مستحيل. فأولا خليني أقول لحضرتك أو أسأل حضرتك، هل جراحات السمنة في مصر اللي برضو حضراتكم بتقدموها على أنها تغيير جودة الحياة،
دي جراحة رفاهية، حاجة مش مهمة، ومن خلال اللي حضرتك بتشوفه احنا في خطر. معدلات السمنة في مصر عاملة ازاي؟ يمكن فعلا احنا خدنا من كلام دكتورة عبلة جراحات السمنة المفرطة، ويمكن ده شيء مبشر جدا للكشف عن السمنة والأمراض غير السارية. كنا فرحانين قوي لما قلنا الكشف عن السمنة، لان السمنة لفترة قريبة كانت في وعي من الدولة انه ده خطر حقيقي بالظبط كده. وكنا زي ما بنقول تملي الصحة او الانفاق على الصحة بيوفر، ايوه مش بيكلف. صح. يعني قصد حضرتك الانفاق على الوقاية، على الوقاية. طبعا. فالسمنة المفرطة دي مرض مستقل بذاته؟ لا، ده مرض مع مرتبط بيه أمراض كتيرة مصاحبة، أمراض السكر من النوع الثاني، أمراض ضغط الدم المرتفع، تصلب الشرايين، المشاكل المفاصل، مشاكل الجهاز التنفسي، كل الأمراض المصاحبة لمرض السمنة المفرطة، وأهمهم مرض السكر من النوع الثاني اللي بيعمل كل المشاكل اللي الناس كلها عارفة منه. فالحقيقة يعني احنا مش جراحة تجميل خالص. خالص، مرض السمنة المفرطة مرض من أخطر الأمراض. احنا عايزين نقول دلوقتي إنه علمياً من تاني واحد بعد الأمراض السرطان المسؤول عن الوفيات في كثير من الدول. فإحنا كمان بنتكلم على مرض يمكن دلوقتي التعامل معاه وعلاجه، وبالتالي مش علاج مرض واحد، علاج مجموعة من الأمراض. كتير قوي من الأمراض المصاحبة لمرض السمنة المفرطة بتؤدي لأزمات القلبية ومشاكل الكلى ومشاكل الفشل الكبدي والكلام ده كله. الحقيقة نظرة الدولة اتغيرت. يمكن احنا دلوقتي، يمكن حضرتك تروح عبلك مركز الشعب، انا سمعت كمان ان هو بنتكلم على خطة انها تبتدي جراحات السمنة المفرطة تخش تحت بند قرارات العلاج على نفقة الدولة والكلام ده كله. احنا اوريدي طبعا بالفعل بنقوم بده في القصر العيني. يمكن احنا عندنا جراحات سمنة مفرطة في القصر العيني، وحدات متخصصة تعتبر من اكتر. ايه ده، الله، ده خبر حلو جدا. طبعا ده يعني اساتذتي رؤساء جراحات اقسام جراحات السمنة المفرطة بتتعمل بشكل مجاني تقريبا، بشكل مجاني او يمكن مساهمة، عشان نكون دقيقين وللامانة مساهمة رمزية جدا من بعض المرضى بشكل تبرعات بتجيلنا، ونقدر نقدم الخدمة دي ونخدم مرضى كتير قوي ما يقدروش يعملوا جراحات السمنة المفرطة دي على حسبهم الشخصي، لأنها مكلفة جدا الحقيقة. يعني جراحات السمنة المفرطة يعني حضراتكم بتقولوا لنا النهاردة إنه الطب بكل فروعه وتخصصاته هو ليس رفاهة، هو رفاهية مطلوبة يعني، أيوه، لكنه مش ملجأ أخير. لا خالص خالص. وده بقى يخليني أسأل، بما إنه ملجأ أول، أنا نفسي حضرتك تقول لنا أو قول لنا إيه شكل، واحدة واحدة كده، يعني إيه الشكل التخفيف على المنظومة الاقتصادية في مصر لو عملنا منظومة أو الاهتمام أو لو بقى الطب في مكانته الحقيقية من الوقاية؟ عارفة أن حضرتك مهتمة مثلا من 5 سنين أولى في عمر الطفل. يوفروا قد إيه على الدولة بالأرقام كده؟ كل دولار بيتصرف في الطفولة المبكرة اللي هي أول 6 سنين بيوفر 151 دولار عند سن 6 سنين. عند سن 6 سنين. يا الله، ما قلناش كل الحاجات اللي الدكتور بيقول عليها، لان الامراض غير السائل اللي كلها بتقل لو اهتمينا بالطفوله المبكره، وده شيء تاني. وما قلناش على دولار بيوفر 151 دولار. دي نسبه مرعبه. 35 صحه، 45 تعليم، 58 تنظيم اسره، 15 خدمات اجتماعيه. اقول لك ان الوفر ده كله شيء، والكواليتي اللي هي كفاءة بقى الطفل لما يبقى 6 سنين ينطلق في حياته، ده شيء تاني خالص. الحقيقة احنا في مصر بيعوزنا تخطيط الخدمات الصحية بما يوفر على الدولة مصاريف العلاج للأمراض اللي احنا بنجيبها لنفسنا بعدم الوقاية. يعني الدولة بتصرخ من عدد الناس اللي بيستغيثوا بيها، بس هي في نفس الوقت تقدر تحافظ على أو تمنعه من الأمراض. أيوة، العالم بيقول الاستثمار في الطفولة المبكرة أكبر مشروع استثماري في العالم. والدول كلها المتقدمة بدأت تستثمر في الأمراض الوقائية في الطفولة المبكرة. احنا في مصر الحقيقه لو بصينا لميزانيه الصحه هنلاقيها بتصرف في علاج امراض وعلاج مضاعفات امراض وعلاج وعلاج وتطبيقات احنا اللي بنجيبها وبندوخ في علاجها. طيب لو احنا بقى اهتمينا بثلاث حاجات، نظام صحه منضبط زي العالم، احنا مش هنخترع العجله زي ما العالم كله بيقول،
تدريب اطباء على اعلى مستوى ومرتبات اطباء. ايوه انا عارفه حضرتك ممكن أيوة. تتحرجي تقولي لا احنا خالص. عايزين نقولها جدا دي مهمه جدا لانه الدكتور عشان يدي لازم يبقى راضي. طب فتدريب وتوفير كنت هقولها اللي هي بيئه العمل المناسبه اللي تخلي الدكتور محترم في مكانه ولا يعتدى عليه بالزبط. وحاسس ان هو انسان بيؤدي وظيفه وبيقدر عليها وبياخد حقه في التدريب من يوم ما يتخرج من الكليه. بيئه العمل بيئة الصحيه يبقى دكتور قبل ما يقدم بالظبط مع الاهتمام الشديد بحوكمه الطب. الحقيقه احنا ما حدش بيحاسب هو بيعمل ايه الا لو الاهل اشتكوا. الحساب لازم يكون من جوه النظام جزء اساسي من النظام. حوكمه الطب جزء اساسي من النظام. يعني تقصدي الرقابه على الممارسات الطبيه السلبيه. أيوة. كمان حضرتك ان الدكتور يكتب اللي عمله صح في الملف ومنتهى الضمير، ان الممرضه تكتب اللي بتعمله صح في الملف، ان يبقى في هيئه في كل مستشفى اسمها الرقابه بيشوفوا اللي بيحصل ويقننوه ويبقى كله ده مرتبط ببعضه يمكن. ايوه لا في نقطه مهمه جدا ان انا بعمل ده يبقى كل الفريق الطبي فاهم ان انا ما بعملش ده عشان اعاقب حد. انا بعمل ده علشان اشوف السيستم بتاعي قد ايه ناجح وقد ايه في نقط ممكن اصلحها واغيرها. فالمواطن الطبيب او العضو الهيئه الطبيه لما بيبقى عارف ان السيستم ده معمول عشان كده هو نفسه بيبلغ لما تحصل حاجه مش سليمه علشان ناخد اكشن فيها. الانجليز بيقول لك عشان نوت تتهبن اجين عشان ما تحصلش تاني بالزبط. عشان الدكتور عشان طبيب يعني مريض ما يتعرضش لهذا الخطر تاني. ولما بحمي المريض انا كمان بحمي الدكتور بشكل غير مباشر. بالزبط. انا هروح فاصل وهرجع اسال حضرتك عن السؤال الصعب اللي انا عارفه انه بس ما فيش حرج يعني احنا بنتحرج نقوله، هو احنا بنزهق الاطباء؟ هو مصر طارده للاطباء الشاطرين؟ بس في شاطرين كتير هم معانا يعني، فازاي الموجودين يقولوا لنا روشته الحفاظ على كفاءات ومهارات طبيه في حين احنا بنعاني من نقص الاطباء؟ يعني ده سؤال مهم جدا ومشروع بعد الفاصل نرجع نكمل الكلام. ما زلنا بنتكلم عن يوم الطبيب المصري، وكان عندنا سؤال قبل الفاصل اللي سألناه الدكتور هاني عن هجرة الأطباء. أو إحنا كل سنة، ودي حقيقة، إنه بنفقد كوادر حقيقية سواء بالسفر أو بالعزوف عن دراسة الطب أصلاً، وحسب آخر تصريح لدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة اللي قاله النهاردة في يوم الطبيب المصري اللي بيتكلم فيه عن الفكرة دي، إنه بعد كام سنة كده هنلاقي إنه في عزوف عن المهنة. العزوف ده ممكن يكون إنه ناس أقل بتقبل على دراستها وإحنا عندنا احتياجات كبيرة، أو إنه يكون ولادنا اللي بيدرسوا في جامعاتنا المصرية واللي بتستثمر فيهم الدولة المصرية مش بيلاقوا الفرصة الحقيقية في مصر، بالتالي بيهاجروا ويسيبونا. الى اي مدى الكلام ده انا بقول كلام صح ولا انا ببوظ الكلام؟ صح، بس احنا يعني برضو في نفس الوقت مش عايزين ننقل الصوره بصوره ظلاميه شويه للناس. سفر الاطباء مش وحش من كل الجوانب، لازم الكلام ده يبقى واضح ومن ما نخوفش الناس من الموضوع ده. لا، سفر الاطباء المصريين اللي هم الدوله صرفت عليهم واهاليهم صرفوا عليهم في تدريبهم ده شيء ايجابي لما يكون في حدود، ولما الأطباء دول كمان يرجعوا البلد ويشتغلوا في البلد ده بينقل الخدمة الطبية والخدمة الصحية في حتة تانية خالص وبيحسنها كده. وعندنا أمثلة كتيرة، مش عايزين نذكر أسماء دول بعينها، عملت كده وعملت كده على مستوى أقل كمان. ممكن بيبعتوا أولادهم يدرسوا الطب في دول أوروبية وأمريكية وبعد كده يرجعوا يشتغلوا في دي بعثات، او دي احنا بنروح ناخد خبره وعلم ونرجع تاني. نرجع تاني، فده مش يعني مش مطلق ان هو حاجه وحشه. يعني حضرتك تقصد ان الزاويه الايجابيه هو انه التعرض للخبرات دي مهم لينا لما جداً بنرجع. جدا. طب لما ما بنرجعش بقى؟ لما ما بنرجعش، هي دي مشكله لما ما بنرجعش. هل البيئه في مصر طارده للاطباء؟ برضو مش هنعمم الكلام، هي ممكن ما تكونش جاذبه للاطباء.
وطارده الى حد ما. ليه؟ لان الاهتمام بالطبيب ده مش ليه جوانب متعدده جدا ومعقد جدا. وعلى فكره مش في مصر بس موضوع ان مهنه الطب ما بقتش مهنه جاذبه قوي. الكلام ده في دول كتيره جدا في اوروبا وفي انجلترا، ان مهنه الطب مهنه قاسيه. زي في مهن كتيره، كل مهن قاسيه، ولكن يمكن مهنه الطب ليها خصوصيه وليها جوانب كتيره، ان انت في جزء من تعليمي قاسي جدا، جزء في المهنه قاسي جدا. فهو في كل الدول المهنه الطب ما بقتش جاذبه. ولكن مهنه الطب ليها جوانب كتيره قوي، جزء تدريبي وجزء مادي. ده تحقيق الاثنين دول صعب في كتير من الدول. انت تحقق هذا التوازن صعب. تدريب الاطباء محتاج نظام يشمل الدوله كلها، وخصوصا زي ما تكون دوله زي مصر فيها انظمه صحيه مختلفه، في نظام الجامعه، في نظام وزاره الصحه، في انظمه المؤسسه العلاجيه، الامانه الطبيه، في انظمه كتيره لتدريب الاطباء. مفيش يمكن في مصر تعاون كبير بين الانظمه دي، فبيخلي الطبيب وخصوصا الطبيب الصغير في السن يتوه بين الانظمه دي، ما ياخدش تدريب زي ما هو يتمنى. ولا وده سؤالي لحضرتك والدكتور عبلة، ولا كل بحسب مدرسته العلميه؟ يعني انا اقصد انه طبيب كليه الطب القصر العيني معروف قامته وقيمته ومستواه. ده مش المفروض يحصل بقى دينا. المفروض يبقى كله شبه طبعًا بعض طبعا. والفروق تبقى بسيطه جدا، لان انت الهدف ان انت تقدم خدمه طبيه لشعب بقى، لشعب بقى دوله. بالزبط. الشعب ده ما بيهموش انت رحت لمين، دكتور مين، انت محتاج تقدم خدمه طبيه اعلى من المتوسطه للشعب عامه. في منظومه التامين الصحي ممكن تحل ده؟ ده اللي يمكن تقولها عبلة. انا هسيبها كده ضعف الموضوع عشان انت تخصصها منظومه التامين الصحي من الناحيه الحكوميه، ولكن انا عايز اتكلم تاني على شباب الاطباء. فهو في جزء من الضغط على شباب الاطباء ان التدريب مش جيد زي ما يتمنوا. على فكره انا مش عشان عددنا مش كتير، صح؟ عددنا كبير والامكانيات الماديه عشان حتى تدريب الاطباء ده محتاج امكانيات ماديه. مش بس ندفع للاطباء مرتبات تسمح لهم بالعيش الكريم، لا، احنا بنتكلم على حتى التدريب للاطباء ده مكلف. فده برضو شيء من الضغط. حضرتك تقصد تدريب اثناء الفتره التعليميه ولا ما بعد ذلك؟ يعني في كل المراحل، في تدريب وهو طالب، وفي تدريب بعد ما يتخرج. احنا يعني عشان الطبيب يوصل لمرحله ان هو يمارس بطريقه مستقله ده بياخد سنوات كتيره، وبتفضلوا تتعلموا طول العمر. نفضل نتعلم، ده شيء مكلف جدا ومحتاج نظام في الدوله. يمكن من الدول الناجحه قوي في الانظمه دي دول زي انجلترا او امريكا، لها بتحط نظام شامل كامل لرعايه الطبيب في كل مراحله، من ساعه ما هو طالب. التدريب بيبتدي بدري جدا وهو طالب في كليه الطب وهو طبيب صغير، وبعد كده على مدى متخصصاته المختلفه. فجزء من الضغط التدريب غير الجيد، التدريب اللي هو مش كامل زي ما طالب الطب او الطبيب الصغير بيتمناه، والضغط المادي طبعا. زائد ظروف العمل يمكن في مصر، وبرضه هسيب دكتور عبد كده في الموضوع ده، اللي هي الظروف الامنه ويكون امن. وده سؤال مهم. يمكن يعني مش متحقق بدرجه كبيره في مصر، يمكن ده من القضايا الشائكه شويه واللي ظهرت ايام العصيبه اللي مرت بيها مصر وايام الكورونا. دي حقيقي. وده سؤال اقصد ما ينفعش نبقى بنكرم الطبيب وبنديله احترامه وتقديره وهو فعلا بيشتغل وهو خايف ومهدد. حضرتك اتكلمتي عن حاجه مهمه جدا وهي الرقابه على الممارسه الطبيه. مين بقى اللي يعمل الرقابه؟ اهل المريض اللي يروحوا يزعقوا له؟ ولا الناس اللي تكسر عليه الطوارئ وتتخانق؟ مين اللي يعمل الرقابه؟ بصي يا دينا، هو النظام الصحي الياته معروفه ومين بيعمل ايه فيري واضحه جدا للجميع. احنا للاسف بناخد جزئيات من الكل، وبالتالي الدنيا مش مظبوطه. فأي نظام صحي بيكون الرقابة من جوه النظام الصحي نفسه، بيعمل رقابة على حوكمة النظام الصحي عشان النظام الصحي نفسه يحس إن هو اللي بيعمله ده هو كم نسبة نجاحه والفشل اللي فيه سببه إيه وأعالجه إزاي، وتفضل الحكاية مستمرة. وزي ما دكتور بيقول، إحنا مشكلتنا ليه وظيفة الطب بقت مش مرغوبة قوي على دول العالم كلها مش عندنا؟ لأننا بندرس طول عمرنا. مطلوب إنك تفضل طول عمرك تذاكر، لأن الطب متغير كل يوم، سنة لسنة لسنة لسنة، والعلم بقى مش ممكن. فالناس اللي هي عايزة تتعلم وبعدين تعيش حياتها بقى وتعمل كاريرها وتنجح وتكسب كتير وكده،
مش الطب المغري، لا لا الطب مش مغري لا. النقطة الثانية انه في كل بلاد العالم مهما تنوعت من هم يقوموا بالخدمة الصحية ليهم مظلة تضمهم، زي المكتب زي المجلس الصحي الانجليزي، المجلس الصحي الاردني، المجلس الصحي السعودي. طيب وزارة احنا حاليا الصحة بقى المصرية. الحمد لله عملنا قرار المجلس الصحي المصري حلوة في في في, في الدوره دي في المجلس، والحقيقه انا سعيده جدا. واحده من انجازات المجلس فعلا، رغم ان لسه الناس مش فاهماه ولسه بتعترض عليه ولسه التفاؤل بيه مش عالي قوي. طب ما تدينا كده عناوين رئيسيه، ايه مميزات القانون ده؟ لان انا عارفه انه ناس برضو كتير لان لسه ما فهمناش تفاصيله. صحيح. شايفين انه مجحف احيانا. صحيح. بصي الميزه فيه ثلاث حاجات. اول حاجه ان احنا اكدنا ان كل من تخرجوا من كل الجامعات المصريه والاجنبيه اللي عايز يمارس الطب في مصر ايا كان المكان اللي اتخرج فيه هيجي ويعمل بعد فتره الامتياز امتحان مزاوله مهنه موحد. الله، اخيرا. ده اللي حضرتك بتقوله، انه يبقى الكود واحد ومستوى الدكاتره تقريبا واحد. فهو عمل امتحان سيان بقى، هو هيبقى دكتور جامعه، هيبقى دكتور صحه، هيبقى دكتور في الجيش، هيبقى دكتور في الشرطه، هو هيعمل امتحان مزاوله المهنه. وبعدين كل من تخرج في كليه من كليه الطب في مصر وعايز يعيش في مصر ويتعلم في مصر هيخش نظام تدريبي اسمه البورد المصري. البورد المصري ده هيبقى مدته 5 سنين، وهو طول ما هو في ال5 سنين ده هو بيتعلم تحت رقابه وبيشتغل. ايوه، مش بس متعطل. مش مسموح له ان هو يمارس من غير سوبرفيجن، من غير اشراف. ليه؟ لانه الطب مرحلي، فهو بيتعلم الاساسيات الاول على مستوى الطبيب المقيم عنده اشراف. ده طبيعي، هو في اي دكتور بيبتدي يمارس لوحده؟ لا احنا كنا بنوديهم الوحدات الصحيه اللي في كل دول اللي كل المحافظات بيشتغلوا لوحدهم، ما لهمش اشراف. كل واحد بيعمل اللي هو عايزه في اولاد الناس. لا احنا كنا حته ان الدكتور ما يسمحلوش بالممارسه الا لما يتمرن، دي حاجه جديده. ده انجاز حلو. ده اول حاجه لغايه ما يخلص ال5 سنين يعوض نقص التدريب يمكن احيانا. هو ده التدريب. بعد ال5 سنين هو مش هيتمرن بس، هو هياخد شهاده بورد مصري، وباذن الله يكون معتمده من هيئات عليا اجنبيه تحترم هذه الشهاده وبتبقى مماثله لشهادتهم. حلو، ما يحتاجش الطبيب لمعادلتها لما يسافر. بالظبط. دكتور لو حضرتك ال3 نقط دول يحصلوا دول انجاز كبير. انا عارفه ان في تفاصيل اكتر. انا عايزه اقول لك نقطتين بس مهمين جدا، انه عشان نعمل ده لازم الحاجه اللي الدكتور كان بيقولها اللي هو بروتوكول العلاج الموحد. مفيش بلد فيها مستشفى الشرطه لها بروتوكول ومستشفى اللي مش عارفه ايه لها بروتوكول. في ناشونال بروتوكول واحنا بناخده، ممكن نعمل له ادابتيشن بسيطه. بس في القاعده احنا كلنا مفتاحين تحت مظله طالعه من وزاره الصحه او من البورد. واعتقد انه منظومه التامين الصحي ممكن تبقى المفتاح. حلو. لفكره البروتوكول الموحد والسيستم اللي كلنا شايفين بعض فيه. هو التامين الصحي هيعمل خدمات صحيه على 3 مستويات اللي احنا كنا بنتمناها اللي ما كانتش موجوده برضو في مصر. قسمت الطب لمستوى اول ومستوى تاني ومستوى تالت، وعمليه الاحاله ما بين ال3 مستويات هتتم عن طريق الطبيب مش عن طريق المريض. يعني انا ما اقدرش اخد بنتي واروح على مستشفى واقول لهم اكشفوا لي عليها، لان بنتي دي لازم تروح الوحده الصحيه اللي هي تبع البيت. بس المشكله دي هتزود الطوابير يعني يا دكتور. بالعكس. بالعكس. ليه بقى؟ لانه المفروض انه معمول ان كل وحده صحيه مربوط عليها 25,000 اسره بس، وفيها عدد كبير من الاطباء، وبالتالي فهو انا كدكتور عندي ملفات معينه دول اللي انا مسؤول عليها. وده النظام اللي موجود في انجلترا. بعد كده لو انا كدكتور شفت ان الرعايه في الصحه في المراكز الصحيه الاوليه غير كافيه، وان الطفل ده او الراجل ده او الست دي محتاجين رعايه على مستوى تاني، انا بكتب جواب وبحوله. بتاع مستوى تاني لو عنده اي مشكله عايز مستوى اعلى هيحول لمستوى تالت. وكل دول بيبعتوا جوابات يقولوا ان للدكتور اللي هو مسؤول عن الاسره دي ان العيان ده اتعمل معاه 1 2 3. وكل دول شايفين التاريخ الورقي. ايوه، وده كله كمان في الدوله. احلام يا جماعه، بيقولوا احلام بس هي قربت. اصعب حاجه يا دكتوره دينا في الموضوع ده ايه بقى؟ الدكتور انه يتدرب على هذا النظام. ايوه يبقى عندنا، عشان هو مش انه يقبل. انا كنت خايفه حضرتك تقولي انه يقبل. لا يتدرب، روح هو هيقبل. روح النظام ده كله قايمه على كور الموضوع ده كله قايم على الطبيب. فانت محتاج طبيب بقى.
طبيب مدرب على هذا. على فكره اصعب حاجه تدريب الطبيب. يعني دي صعبه جدا ومكلفه جدا، لان انت الناس فاهمه ان الطبيب ده بيطلع دكتور شاطر، ان هو عشان فاهمه ان الطبيب ده راجل ملتزم وبيسمع الكلام وديسيبليند يعني بيذاكر كويس فيطلع دكتور شاطر. لا 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 خالص، التدريب اهم من المذاكره. التدريب انا بقول لك المهاري، مش التدريب أي تدريب. المهاري اللي كمان دكتور عبله بتقوله واللي واضح انه قرب قوي، ده تدريب اداري، ده منظومه صحيه طبعا تدار بطريقه أيوة اداريه. انا بقى بذكر المنظومه خايفه الوقت يسرقني من غير ما اسال السؤال اللي انا بغير وبتغاظ وبحس ان انا كده اشمعنى مش بيحصل في مصر. السياحه العلاجيه احنا دايما نقعد نفتخر كده ونقول احنا عندنا اشطر دكاتره في مصر. هو لازم الشاطرين دول يسافروا؟ طب ما الناس تقول، ما الناس تجي لنا ولايقه قوي على جراحات تجميل السمنه الحاجات. انا هقول حضرتك تفاصيلها بقى كويس. ايه اللي ناقصنا؟ لا طبعا احنا يعني احنا بالنسبه للكوادر الطبيه او الجراحيه وخصوصا في جراحات معينه في مصر احنا متقدمين فيها جدا، وانا مش هيكون بزايد او يعني بفاخر بمصر. احنا في تخصصات عندنا متفوقين فيها على دول كتيره جدا حوالينا في المنطقه، بل ودول اوروبيه وامريكيه. احنا عندنا مرضى اجانب كتير جدا بييجوا يعملوا عندنا جراحات تجميل وجراحات سمنه مفرطه، عشان احنا عندنا جوده جراحيه و مهارات جراحيه في اجراء ازياء بطريقه امنه جدا جدا. وعايز اقول انها احيانا اسعارنا اكيد بالنسبه لهم افضل، اسعارنا طبعا لا مقارنه وبمهارات جراحيه وبجوده وامان تفوق مراكز جراحات مماثله في دول اوروبيه وامريكيه، وانا الكلام ده واضح ومسؤول عنه تماما. مشكلتنا بس في النظام. السياحه العلاجيه ما ينفعش يبقى نظام فردي. احنا بعض هي ده اللي حصل دلوقتي، ده اللي حصل انه الناس بتيجي على سمعه دكتور فلان. مش عايزين نشخص المواضيع، ولكن الحقيقه هي المفروض تبقى نظام دوله. صحيح. انا برضو مش عايز اقول اسماء دول معينه في المنطقه، ولكن الدول دي لما كلنا عارفينها. طيب يعني اصل ايه المشكله؟ لبنان مشهوره بحاجات، تركيا مشهوره بحاجات، بالظبط احنا عايزين مصر تبقى مشهوره بحاجات. بوردز و مؤسسات معينه في الحكومه مسؤوله عن السياحه العلاجيه، هي وظيفتها كده. بتدي لايسنس ورخص، للمراكز والمستشفيات اللي بتعمل سيرفيس للاجانب، ويبقى عليها رقابه مخصوصه بنوع معين. اوكي. وتديها درجات. ده نظام دوله مش نظام فرد. احنا اللي بتعمل دلوقتي هنا في مصر نظام فرد اللي هو يعني ناجح على قد ما نقدر، انه كل دكتور بيسوق لنفسه وده كمان مش كافي. هل احنا عندنا حاجه تنقصنا كدكاتره ان احنا نعمل الكلام ده؟ لا تماما. يعني انا برضو عايزه الناس تبقى حضرانه، يعني احنا يا جماعه نقصد انه احنا نقول للسائح تعالى مصر اتفسح يومين، كل الامكانيات عزيزة، وزور معالم تاريخيه يومين، وروح البحر يومين، وروح اعمل عمليه في يوم وارجع وسافر. طبعا مظبوط كده. دي مش محتاجه على فكره يا دينا انك تقولي، انت اعملي الخدمه صح وسمعتها هتطلع. يعني هيباتيتس سي، كبد الوبائي سي، الناس بتيجي تتعالج في مصر. صح دي. لانه الخدمه اتعملت مظبوط، الخدمه كويسه طبعاً. والسعر وعلى فكره هو ما حدش والناس مش غايب عنها جمال مصر ومتعتها في انها تيجي وتعيش. انا اعرف ناس كتير من دول عربيه من معارفي ومن اصحابي بيجوا يعملوا عمليات هنا وبيجوا ياخدوا الخدمه هنا. بس انا اعرف ناس اصحابي بيجوا يعملوا اسنانهم هنا ويرجعوا مثلا. طبعاً. في ناس من انجلترا بتيجي طبعاً تعمل اسنانها هنا وتمشي. بس الفكره زي ما دكتور بيقول حاجات فرديه. لغايه ما سمعت نظام الطب في مصر تتغير هتبقى سياحة علاجية للبلد، لأنه محدش بيختلف على كفاءة الأطباء المصريين. أنا لسه النهاردة قبل ما جيلي جاي لي تليفون من إنجلترا عايزين 30,000 دكتور. عندهم يعني دروب رهيب. بيقول لي بقى من دكتور هاني يعني ده حلو بس احنا غيريني، بس احنا ما نقدرش نقدر يعني نستغنى عن 30,000 دكتور. لا طبعا، وما نقدرش ندعم ده دلوقتي. لان احنا عندنا نص دكتور لكل 1000 مواطن. احنا محتاجين اولادنا. وبعدين لو نقدر نعلمهم ونديهم شهاده معترف بيها عالميا، احنا ليه بقى هنوديهم لحد يعلمهم لنا؟ ما احنا هنعلمهم ويخدموا اولادنا ويخدموا بلدنا. يعني احنا في احتياج لده.
انا اصدر الـ 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 الدكتور العالم الكبير هيبقى سمعة اكتر كويس للبلد، وهيجيب للبلد عمله صعبه اكبر ومش هفقده للعمر، لانه هو وصل لكاليبر معين.